المنظر معاك ايه عظيم والله. منورين وأهلا وسهلا بيكم. أنا سعيد جدا إن أنا مع حضراتكم النهارده. أول مشاركة ليا في مهرجان القلعة. مهرجان القلعة العظيم. أنا بشكر طبعا كل الناس اللي كانت سبب في إن أنا حضراتكم النهارده. بداية طبعا وزيرة الثقافة والمهرجين. وزارة الصحة والآثار دكتور خريسة والأستاذ خالد تاجر. وقناة الحياة على الجميل والشركة المتحدة وكل الجهود المجهولة اللي ورا التنظيم الجميل ده. و عايزين نغني مع بعض كده، مش جاي اغني لوحدي، انا جاي اغني عنده. فعاملين بروجرام كويس ان شاء الله يكون في ودانكم.